السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إسماعيل للرياضيات. اليوم سنكمل الجزء الثاني في درس قوى العدد الجذري. في هذا الجزء سنتعرف على خصائص القوى. ماذا نقصد بخصائص القوى؟ خصائص القوى هي مجموع الخصائص أو العلاقات التي تمكننا من حساب بعض عمليات في بعض التمارين أو بعض الفروض مطروحة. إذا ليكن A و B عددين جذريين و N و M عددين نسبيين. ماذا نقصد بعددين نسبيين؟ عددين نسبيين نقصد بهما أن N و M يمكن أن يكونا عددين موجبين أو عددين سالبين، لا يهم. إذا كان N و M عددين موجبين أو سالبين، ممكن أن نطبق عليهم هذه الخصائص التي سنتعرف عليها حاليا. إذا أول خاصية ماذا تقول؟ أول خاصية تقول جداء قوتين لهما نفس الأساس. جداء أو لا اسمها جداء قوتين لهما نفس الأساس. لاحظوا معي، جداء قوتين لهما نفس الأساس. القوة الأولى أسها N والقوة الثانية أسها M. إذن في هذه القاعدة ماذا نفعل؟ في هذه القاعدة نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين. نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين. هذه هي القاعدة الأولى. نعيد. جداء قوتين لهما نفس الأساس، نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين. أمثلة: سنقوم بعض الأمثلة كي نفهم القاعدة جيدا. إذا مثلا لدينا القوة 2 أسها 3 في قوة 2 أسها 4، إذا ماذا سنفعل هنا؟ سنقوم بتطبيق مباشر للعلاقة. سنحتفظ بالأساس ونجمع الأسين. جيد، سنحتفظ بالأساس ونجمع الأسين، يعني أن 2 أسها 7. نأخذ مثال آخر، مثلا نأخذ ناقص 5 أس 7 في ناقص 5 أس ناقص 9. جيد، إذن هنا ماذا سنفعل؟ جيد، سنقوم بنفس ما قمنا به في المثال السابق. سنحتفظ بالأساس وأجمع الأسين. أجمع، يعني سأكتب 7 زائد بين قوسين ناقص 9، يعني ونحسب ماذا ستعطينا؟ ناقص 5 أس، لدينا نعلم أن الزائد في الناقص هي ناقص، إذن سنكتب 7 ناقص 9 تساوي ناقص 5 أس 7 ناقص 9 هي ناقص 2. جيد، نأخذ آخر مثال، مثلا 1 على 2 أس 6 في 1 على 2 أس 4. جيد، نفس الشيء، لدينا جداء قوتين لهما نفس الأساس، أساسهما 1 على 2. أحتفظ بالأساس وأجمع الأسين. جيد، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم القاعدة الأولى. الآن نمر إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية ماذا تقول؟ القاعدة الثانية تقول جداء عددين جذريين لهما نفس الأس، أو القاعدة الثانية اسمها جداء عددين جذريين لهما نفس الأس وليس الأساس، نفس الأس، يعني A في B، أو A قوتها N و B قوتها N. لاحظوا الاختلاف ما بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. القاعدة الأولى نلاحظ أن الأساس نفسه ولكن الأس مختلف. هنا لا، هنا الأساس مختلف والأس نفسه.
إذن هنا أقوم بعملية الضرب، أضرب الأساس في الأساس، أو لا، أضرب أساس القوة الأولى في أساس القوة الثانية، وأجمعهما في أس واحد، أجمعهما في أس واحد. جيد، هذه هي القاعدة الثانية، أو لا، الخاصية الثانية. أمثلة: مثلا لدينا 5 أس 4 في 7 أس 4. نلاحظ هنا أن للقوتين نفس الأس، إذن أضرب أساس القوة الأولى في أساس القوة الثانية وأجمعهم في أس واحد. 5 في 7 يساوي 35 أس 4. جيد، أخذ مثال آخر. مثلا أخذ 3 على 7 أس 6 في 2 على 3. جيد، في 2 على 3. إذا نفس الشيء، أخذ أساس القوة الأولى وأقوم بضربه في أساس القوة الثانية، أجمعهما في أس واحد. لا، هنا سأسمح هنا 3. إذا ماذا سيقع هنا؟ سأقوم باختزال 3 مع 3. ماذا سيتبقى لي؟ سيتبقى 2 على 7 أس 6. جيد، الآن سنمر إلى القاعدة الثالثة. إذا القاعدة الثالثة ماذا تقول؟ القاعدة الثالثة هي اسمها قوة، تكتب على هذا الشكل A أسها N، وهذا كله أسه M. نعيد: A أسها N، هذه قوة وحدها، وهذه كلها تعتبر أساس بالنسبة لهذا الأس. طيب، نسميها قوة. جيد، لحساب هذا النوع هذا، اش كندير؟ أكتب الأساس وأضرب الأسين، أقوم بضرب الأس في الأس الآخر. طيب، واضح؟ إذا سأقوم بإنجاز بعض الأمثلة. سهلة في الحساب. إذا ماذا سأفعل؟ مثلا لدينا 5 أس 6، الكل أس 4. ماذا سأفعل؟ أكتب 5 أس 6 في 4، كم يساوي 5 أس 4 و20. مثلا أخذ مثال آخر: 5 أس ناقص 3، الكل أس 5. مثلا إذا ماذا سأفعل؟ سأكتب 5 أس ناقص 3 في 5 يساوي 5 أس ناقص 15. مثال آخر: مثلا لدينا 7 على 3 أس 8، الكل أس 2، كم يساوي؟ هي 7 على 3 أس 8 في 2 يساوي 7 على 3 أس 16. جيد، نمر الآن إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تهم الخارج، اسمها خارج قوتين لهما نفس الأساس. خارج قوتين لهما نفس الأساس. مثلا لدينا قوة أساسها A وأسها N، وقوة أخرى أساسها A وأسها M. طيب، خارج قوتين لهما نفس الأساس. خارج قوتين لهما نفس الأساس. إذا ماذا سنفعل؟ هنا القاعدة تقول:
خارج عددين لهما نفس الأساس، وهي قوة أساسها أ وأسها N ناقص M. N ناقص M، أخذ الأس الذي يوجد في الآلة وأطرحه من الأس الذي يوجد في الأسفل. طيب أمتينا. ثلاثة على سبعة، هذه أسها، لا جيد، لا سأخذ ثلاثة على ثلاثة، هذه أسها مثلا اثنان وهذه أسها واحد، تمام. سأفعل، هي ثلاثة أس اثنان ناقص واحد يساوي ثلاثة أس واحد. مثال آخر، مثلا ناقص أربعة أس ثلاثة على ناقص أربعة أس ستة، أو لا أس أربعة، زيد يا كم، ناقص أربعة أس ثلاثة ناقص أربعة يساوي ناقص أربعة، ثلاثة ناقص أربعة هي ناقص واحد. أخذ آخر مثال، مثلا لدينا سبعة أس ثلاثة، سبعة أس ثلاثة على سبعة أس ناقص خمسة، جيد، انتبه معي لهذا المثال جيدا. إذا كم يساوي؟ هو قوة أساسها سبعة وأسها هي ثلاثة ناقص خمسة، ثلاثة ناقص ديال القاعدة، وكندير أفتح قوس وأكتب ناقص خمسة، انتبه. هنا أين يقع الخطأ كثيرا؟ يعتقد التلميذ أنه يجب أن يكتب ثلاثة ناقص خمسة، فيرى أن هناك يوجد ناقص فلا يكتب ناقص التي توجد في القاعدة، فيقع الخطأ. إذا يجب الانتباه أن نكتب الناقص ثم ناقص ديال العدد اللي عندي في المثال، صافي. دونك غادي تولي كتساوي هي سبعة أس ثلاثة زائد خمسة، لأن ناقص في ناقص هي زائد، تساوي سبعة أس ثمانية، جيد. الآن نمر إلى القاعدة الخامسة. إذا آخر خاصية تقول: خارج قوتين لهما الآن نفس الأس، خارج قوتين لهما نفس الأس. إذا ماذا سأفعل؟ خارج قوتين لهما نفس الأس، هي قوة أساسها هي خارج الأساسين، استسمح، هي قوة أساسها خارج الأساسين وأسها إن، أساسها هي خارج أساس على الأساس وكنجمعوه أس في أس واحد، جيد، سهلة ما فيهاش حاجة. طيب أقوم بعض الأمثلة، صح. مثلا أخذ مثلا ستة على 11، مثلا ستة أساسها مثلا اثنان، لا ستة أسوة اثنان و11 أسوة اثنان. إذا ماذا سأكتب؟ ستة على 11 الكل أس اثنان. أقول مثلا عدد بهذا الشكل، مثلا ثلاثة على خمسة، ثلاثة على خمسة أس أربعة على مثلا أربعة على خمسة أس أربعة. إذا كم يساوي هو واحد القوة اللي هي الأساسية لك، يساوي ثلاثة على خمسة على أربعة على خمسة الكل أس. وهناك قاعدة بالنسبة لخارج عددين جذريين قريتها في الدرس اللي قبل من هذا، اش تقول؟ إلى عندي عدد جذري البسط ديالو والمقام ديالو كيتشتركوا بجوجهم في المقامات ديالهم، كتمشي خمسة مع خمسة. عندي هاد البسط، هذا في البسط عندي عدد جذري المقام ديالو خمسة، وفي المقام ديال هاد العدد الجذري المقام ديال هذا حتى هو فيه خمسة، دونك يمكن لي نحيدهم، شنو غيبقى؟ غادي تبقى ثلاثة على أربعة،
إذا نكون قد انتهينا في إنجاز خمس خواص أو خمسة قواعد. إذا نقوم بملخص لهم، نكتبهم كاملين. نكتبهم كاملين. دونك عندنا خمسة، جوج في الضرب وجوج في الخارج، وكاين هذيك ديال القوات قوة. جيد، نكتبهم. أول وجود قوتين لهما نفس الأساس، أحتفظ بالأساس وأجمع الأسين. إذا أو بلوتو إن زائد إن، بحال لأن جمع تبادل ماشي مشكل. دونك هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، جدا قوتين لهما نفس الأس، جدا قوتين لهما نفس الأس. إذا مكتساواش. ثالثة، قوة قوة أ أس إن الكل أس إن، هي هكا. قولنا جوج ديال الخارج، دابا جوج ديال الضرب وكاين جوج ديال الخارج. خارج قوتين لهما نفس الأساس، وبقات لنا آخر وحدة هي اللي درناها دابا، هي دي أ أس إن، أو لا خارج قوتين لهما نفس الأس. زين، إذا الآن نكون قد أنهينا الجزء الثاني اللي كيتعلق بخمس خاصيات للقوة. جيد، إذا نمر إلى نتلاقاو في الجزء الثالث إن شاء الله.